يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد أصحابي محافظ على جميع الصلوات جماعة مع المسلمين إلا صلاة الفجر، فإنه يتكاسل عنها في وقتها، كيف أتعامل معه حيث إنه يسكن معي في غرفة واحدة في السكن؟ إذا أصر على ترك صلاة الفجر مع الجماعة ولم يقبل النصيحة فلا تسكن معه، لأن هذا يكون فيه رضا بالمعصية وربما يؤثر عليك أيضا فتتساهل. نعم.